بسم الله على بركة الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا البث المباشر اللي اعتدنا أننا ننقله ونشره كل نهار أجل الحديث على المستجدات ديال فيروس كورونا بإقليم الجديدة خلال 24 ساعة من البارحة اليوم، وكذلك للحديث عن جميع ما يتعلق إن بفيروس كورونا أو بتدخلات ديال الأمن ولا التراك ولا قوات مساعدة وعوان السلطة والسلطة، كل شيء مهم كنهضروا على جميع الأمور اللي كتعلق، وخاصة أننا على واحد على أبواب شهر رمضان. السلام عليكم أخت سفيرة الأمال، سي كمال، أخت نورمونة، سي خالد أبو الفتاح. دونك قلنا احنا على أبواب شهر رمضان، هذا الشهر هذا اللي للأسف الطقوس ديالو ما غاداش تكون بحالها بحال سائر الشهور ديال رمضان اللي فاتوا. سلام سي شيب، سي الحريزي، سي ماكير. دونك للأسف، ولكن كما كيقول لك الأعمال بالنيات، إذا لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله إلى ربي دار هاد الجائحة هادي، فهو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وحنا يا راضين به ماشي من عند العبد، دونك من عند الله سبحانه وتعالى وحنا راضين به. غير بهاد المناسبة كنتوجه لجميع الأمة الإسلامية عامة والشعب المغربي خاصة برمضان مبارك سعيد، وكنتمنى أنه يكون في هذا رمضان هذا يعني آخر الأحزان، وترفع هذا البلاء علينا كاملين إن شاء الله. دونك كاملين مبروك عليكم سيدنا رمضان، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية لا حنا ولا الأهل ديالنا كاملين، ويشافي المرضى ديالنا ويرحم الأموات ديالنا إنه مجيب الدعاء. شكرا خويا نصفان، لوغ سي لوغ بيان سور، لحقاش خديتها على العاتق ديالي، ولو أن شي وحدين ما باغيناش نكملو، ولكن ما حدكم نتوما كتحضروا وما حدنا حنا كنتواصلوا معكم، وما حنا حنا مكملين في هذا البث المباشر. السلام الوالدة. دونك بداية لابد من التذكير بأنه كاين واحد الكلاب الإلكترونية اللي غادا تبغي تحاول أنها تفرق هذا المجمع ديالنا، وغادا تبغي تحاول تحول دون أننا نستمر في هذا البث المباشر. اللي كنطلب منكم إلا شفتوا شي حاجة خايبة ما تقلقوا ما والو، صافي ديروها بحال شي واحد كما قلت لكم البارح عاير في الزنقة وداز. دونك أنا غنسيبريمي وغادي نبلوكي وغنكملوا حنايا اللايف ديالنا، ما ديوها في حتى شي حاجة. إلا ديتوها فيهم ولا بقيتوا تجاوبوا معاهم راه غادي تبقى طوال القضية وغادي يوليو هما اللي رابحين. دونك الطلب اللي عندي ما تجاوبوا حد، ما تردوا على حد، وخليونا نبقاو غاديين في هذا اللايف إن شاء الله حتى ترفع هاد الجائحة هادي. داكور أخويا سي سعيد. دونك كما قلت لكم حتى واحد ما يجاوب شي واحد إلا قال شي حاجة خايبة. دونك في البداية غادي نقول للناس اللي جايين غير على قبل باش يعرف الحالة الوبائية، فما كاينش نتيجة إيجابية. دونك اللي جاو لحد الآن كلهم سلبية، ما كاينش نتيجة إيجابية. دونك الحالة الوبائية باقا واقفة. شكرا أم إدريس، وكما قلت لكم مبروك سيدنا رمضان على كل شيء الجميع. مرحبا بسي الزراري، سي بن محمد. دونك وجوه ولات مألوفة الحمد لله كتبع معنا هاد اللايف هذا. البداية باش ما نبقاوش نتسناو أكثر، غنهضرو بالنسبة للكمامات. الكمامات ولله الحمد حسب العديد من الأشخاص جات موجودة دابا. أخت نورمونة كنظن راني قلت ما كاينش شي نتيجة إيجابية بالنسبة للدكتور، بقى ما جاتش النتيجة ديالو حتى 6:30، باقي ما كاينش النتيجة. كانوا الصباح عباد الله كيهضروا ناري رافي، لا ما كاين حتى شي نتيجة لحد الآن. رمضان مبارك سعيد على الجميع، السلام. دونك باقي ما كاينش
حمدوش نشروب الجرائد الإلكترونية اش كاين؟ سي جمال وفدي، أنا البارح درت واحد المونسيون في واحد المقال، ومن الأحسن بلا ما نسبقوا الأحداث غادي نناقشوا هذا الموضوع كامل بالديتاي ديالو اللي ما وصلش للمواطنين، ما وصل لا إعلام لا حتى شي واحد. دونك كلشي هاد النقاط هذه غادي نناقشوها إن شاء الله، وكلشي هاد الأمور غنوضحوها لا بخصوص الناس ديال سيدي علي لا بالنسبة للمصابين لا كلشي كلشي غادي نناقشوه في وقته. دونك اللي كاين هي ما كاين حتى شي نتيجة اللي جات إيجابية، الحمد لله كلشي سلمي. بلا ما تكتب سي طه بغيت نسولك الحق وسول أخويا، حنا هنا في هاد اللايف غير باش توضع الأسئلة ونحاول نلقاو لها إجابة. دونك كما قلت لكم أول نقطة، كمامات متوفرة. وبالنسبة للأثمنة راه صدر في الجريدة الرسمية أثمنة ديال هاد الكمامات. بالنسبة للتوقيت في شهر رمضان غادي يكون هو من 10 للـ5 بالنسبة للصيدليات، من 10 للـ5 ديال العشية، 10 الصباح ل5 ديال العشية. باقا اختي نور المنى غنهضروا عليها ولكن ماشي دابا لانه كنتسنى واحد شي مستجدات باش ما نقولوش شي حاجه اللي ترجع علينا. دونك قلنا من 10 للـ5 الصيدليات، والمداومه غادا تكون اربعه الصيدليات في مدينه الجديده مثلا. دونك على وتيره ديال صيدليه وحده في باقي الجماعات اللي عندهم سكينه اقل. بالنسبه للاثمنه اللي ظهرت في الجريده الرسميه بخصوص الكمامات، دونك كاين دوك الماسكات 70 درهم اللي وريتكم ديك النهار وقلت لكم هادو راه حتى 100 درهم وباقي ما كاينينش، دابا في الجريده الرسميه 70 درهم. تحيه ليك بعدا انت السي حسن الجاهد الناس ديال البانوراما. دونك 70 درهم في الجريده الرسميه. دابا نعطيكم الاثمنه ديال الجريده الرسميه. الكمامات الطبيه 5 دراهم، الكمامات الوقائيه المدعمه من طرف الدوله هي ديك 80 سنتيم، الغير مدعمه 2 دراهم و50 فرانك، الكمامات الجراحيه اللي كيشريوها الاطباء باش يديروا العمليات الجراحيه 5 دراهم، دوك الكمامات FFP2 هما اللي كيخدموا بهم دوك صحاب اللي كيكونوا اون كونتاكت مع الناس اللي فيهم فيروس كورونا، وهادي كاين فيهم جوج الانواع بدون صمامه اللي ما فيهمش داك الفاف، هادوك كيديروا 30 درهم وبالصمام كيديروا 70 درهم. دونك هادو هما الاثمنه دابا اللي كاينه. حنا بحريه في باركوات ديال جديده، علاش ما عطاوناش من هاد الصندوق ديال ضمان؟ دابا هما اش كيقولوا بالنسبه للصندوق اخويا طه؟ كيقول لك اللي متضررين من كورونا، اللي ما يقدرش يخدم بسبب كورونا. كيقول لك البحريه كيقدروا يخدموا، ما وقفوهمش ما حبسوكمش. اذا هي علاش دابا ما داروش هاد الدعم بالنسبه لهاد الناس ديال الباركوات؟ وهذا الا وقف شي باركو خص هادوك الناس اللي خدامين فيه الباترون ديالهم يديكلاري بان وقف الامور ما يقدرش يزيد مع كورونا. هادي هي اللي كاينه. الا كانت شي حاجه اخرى عارفها انت وبغيتي تناقشها ندخلوا للخاص باش نخليو غير امور اخرى هنايا. دونك رمضان مبارك سعيد على الجميع. بالنسبه للتوقيت ان شاء الله ديال رمضان، دونك غادي يكون هو 10:30 الليل، 22:30 10:30 الليل. السي الجاهد عاجل مدير منظمة الصحة العالمية يصرح على أنه لم يفهم استقرار الحالة الوبائية في دول شمال إفريقيا، فنني أن لنا بهذه الوضعية. هذاك عاشي تقويصة بغي يصيفطها لينا وصافي. هي لا فكرنا شي شويه مزيان ملي كنجيو نشوفو كنلقاو بانه شمال افريقيا ما تضررش بحال باقي مناطق العالم. دونك ربما راجع المناخ، ربما راجع للمناعه، ربما بزاف الحوايج. المهم ما نقدروش حنا ربما ربي يضرب مناطق من غير مناطق اخرى، ممكن بزاف ديال الحوايج. خويا سمعت بحار واحد اللي مات ولا خرج بدوه
جوج بحارات تقلبت بيه مفلوكه. دونك التعازي الحاره ديالنا لذاك البحر، لعائله البحر اللي مات، والحمد لله على سلامه هذاك البحر الاخر اللي نجا. دونك هنا خصنا كنتمناو من السلطات انهم يتكفلوا بالعائله ديال هذاك اللي توفى، لحقاش دروك ما عنده حتى شي حد، ما عندهم حتى شي حد اللي غادي يعيلهم. دونك كنتمناو التفاته الرسوم يديروها، ما يتسناوش حتى يبداو يخرجوا الناس راه مساكن ما عندهمش ولادي. عافاكم السلطه المحليه باقليم جديده الى ما ردوا البال هذوك الناس مساكن عائله هذاك السيد اللي توفى. دونك هذه مساله لا غبار عليها، خص الناس هادو يتحركوا في هذا الشق هذا. واحد الملاحظه كنا هضرنا عليها البارح واليوم بدات حاله في الاسواق يوميا اسبوعيا، لا غادي يكون شي برنامج اخر ان شاء الله، غادي يكون شي برنامج اخر ان شاء الله. دونك بالنسبه له قبل ما نرجعوا لهاد النقطه هذه غادي نذكر بعدا، كاين في رمضان ان شاء الله غادي تكون دردشات قبل الافطار، هذاك ما كيكونش مباشر، كنسجل حلقه في النهار كنجي كندوزها قبل من المغرب، يعني قبل ما بنادم يجلس يفطر كيشوف هذيك الحلقه. اللي ما ساعدوش الوقت راه تيسالي عادي يدوز لهاديك. رمضان مبارك عليك اخويا عزيز دروشو، كذلك سي عزيز ميغو السلام خويا. دونك قلنا غادي تكون دردشات قبل الافطار، غادي تكون النشره اليوميه، وغادي يكون برنامج ليالي رمضان اللي غنستضفو فيه كل خطره شي واحد، اما غنختاروا التطبيق ديال ديك زوم، اما غادي ندوزوه بمكالمه هاتفيه ونقرا عليه الاسئله اللي غتكونوا تكتبوا وهو غيجاوبنا عبر الهاتف. دونك غنشوفوا اين هي الطريقه الانسب باش مكان غدا ان شاء الله في المباشر غادي نهضروا عليها، وغنعطيكم حتى النهار اللي غنبقاو نديروا فيه هاد ليالي رمضان اللي غادي تكون فرصه باش نستضفوا اما مثقفين ولا شخصيات رياضيه ولا شخصيات سياسيه ولا شخصيات مجتمعيه، يعني جمعيات المجتمع المدني ولا. دونك كل خطره غادي نستضفوا واحد الوجه ونحاولوا نحلبوه نستافدوا منه لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله. بالنسبه للتوقيت اللي عطات وزاره الداخليه في هذا شهر رمضان فهو من 7 العشيه عوض 6 العشيه الى 5 الصباح عوض 6 الصباح. دونك من 7 ل 5 حتى واحد ما يخرج الا القطاعات الحيويه بحالاش دونك الصحه الامن يعني الدراك وكل شيء بوليس دراك الى اخره والسلطه والاراديج ولوينو، يعني اللي حيويه هما اللي خرجوا لانهم ما يقدروش يغيبوا على المشهد اليومي ديالنا ديال في رمضان. دونك من 7 العشيه ل5 هادو هما اللي يقدروا يخرجوا، من غيرهم راه ما يخرج حتى شي حد. انا اللي كنتعجب هي باقيين شي ناس كيخرجوا ويوميا المحكمه عامره بالناس اللي داروا الخرق ديال حالات الطوارئ، كيباتوا 48 ساعه، اش غدبر في هذيك 48 ساعه؟ شكون اللي غيكون مشدود معاك في الجيول؟ شكون كي غادي دير؟ في الاخر غتم غادي عند وليداتك، اش من وليدات غتخلي حتى شاد. دونك على ذكر هذه القضيه الصباح كانوا عباد الله بوك، الصحافه صار شخصيا لا ارى دور للصحافه من وراء 7 العشيه. اش غتمشي تتبع حتى البوليس وتصورهم غاديين خدامين؟ اش غادي تتبع جدارميه تصورهم خدامين؟ ما باش ليا حتى الغد ان شاء الله وتقدر تسول بالطرق ديالك تعرف واش كانوا راه كاين البوليس عندهم صحابهم كيعيطوا ليهم وكيديروا يعطيهم المعلومات، جدارميه عندهم صحابهم كيعطيهم معلومات من اجل تنوير الراي العام. دونك كل واحد بطريقته كيقدر يحصل على المعلومات. علينا وعليك اخويا انباوي. اذن الصباح كانوا الاسواق الشعبية أسواق الممتازة البيمات وما جاورهم عامرين، ما كانش أدنى احترام لمسافة ولا شروط الوقاية، السوق بدون كمامات، ماشي سوق أسواق بدون كمامات، هذه كتخلينا شي شوية نشكو واش حنا نيت في حجر صحي ولا لا. سلام سي رشدي.
دونك الصباح كانوا عباد الله ما محترمينش. غير هي عندي واحد الملاحظه، هذه شهاده رمضان على الابواب نقولها وربي كبير. سي عشير قيد غيقولوا لي عباد الله حتى ديما كتذكر عشير، ها كيدور معايا هاد القيد. غنقول لكم نتوما اش تيدير وانتوما قولوا واش انه يستحق ان بنادم يبقى يهضر عليه ولا لا. السوق على القاسمي لتحت اللي مشى تما كاين لهداك السيكتور، كلكم كتعرفوا هذيك البلاصه كي كانت كل رمضان وكل العيد الكبير كي كتكون هذيك البلاصه، اليوم خاويه كتسطر. الناس اللي دخلوا كيتقداو كانوا بزاف، يستحيل على شي واحد يميتريزي. هو داير مع هذوك الموالين الحوانت كاملين اللي في شان كل ينوي مجدد السلطات. بطبيعة الحال السلطة سي حسن كاينة، دونك مالي المحلات قال لهم اللي بغى يبقى خدام يخرج واحد من عنده من الحانوت لداخل يوقف على برا يحت عباد الله على احترام داك التراساج اللي دار حدا الحوانت. وليكن في علمكم اقسم بالله الى لقيت عشير بيدو كان كيتراسي الصباغه حمراء. دونك واليوم حضرنا لواحد الواقعه، واحد الجزار دوك صحاب 45 درهم 50 درهم، يعني المغاربه سمعوا 45 درهم و50 درهم وتموا غادي مدفقين. وانا قلتها لكم البارح راه ما كاينش الحولي والخروفه، كاينه النعجه هي اللي طيحوا في الثمن، وما كاينش العجل، كاينه الضروبه في البقري. اذا الا شريتو بهذاك الثمن راه هو هذاك، وزايد عليكم انه كيدوز الشحيمه وكيدوز العظم والى اخره. دونك بنادم ومع ذلك مشيتو تزوقتو قدام هاد الناس هادو، اقسم بالله العلي العظيم الا حضرت ليه جا هبط الريد ولا داك الجزار قال لي حيد عليا هاد بنادم من هنا، وملي تبغي تعاود تحل الا قديتي تبقى منظم هو داك ما قديتيش غنسد لك منوبه تتسالي الجائحه. لان اللهم ما يمرضش لي عباد الله ويبقاو بلا لحم، ولا يديو معاهم اللحم للدار ويديو معاهم حتى المرض حتى هو للدار. واحد صحفي يوميا نفس الكلام، التطبيل والتبجح بقانون الملائمه ونحن نعرف ما يجري وراء الكواليس. انا كنقولها وكنعاود نقولها، ما عمر الملائمه ولا ورقه ديبلوم كاع ولا ما عرفت شنو ما كان هو المعيار للنجاح ديال الصحفي. كنعرفوا ناس ما عندهمش لا ملائمه لا موقع، كيكتبها في فيسبوك كيكتبها ميساجات ويحنت احسن الصحفيين في العالم. بقات هنا اش فيه؟ ماشي الورقه اش فيها، هنا اش فيه؟ واش عندك لي زاتو باش انك توصل المعلومه للمتلقي، ولا عندك عا هذيك الورقه وكتسمى عندك الملائمه، وحيت عندك الملائمه تبقى تهضر وتبقى تقول اللي بغيتي وتبقى دير اللي بغيتي. دونك هنا شوف الملائمه خطا فادح، وراه بان العيب ديالهم انهم مشاو باركين كيطلبوا دابا في الدعم من الوزاره، كيقولوا الداخلي باش ناخذوا حنا الدعم، وراه حتى الوزاره هي قالت لهم غتاخذوا الدعم. يلاه نشوفوا هاد الدعم اللي غتاخذوه واش غادي تحسنوا المنتوج ديالكم، ولا غتبقاو غير في كوبي كولي وتبقاو تهضروا غير مخبيين تحت الطوابل، ولا غتخرجوا للعلن وتقولوا هادي ما خصهاش تكون هك، هادي ما خصهاش دار، انت ارتكبتي خطا. واش غيقدروا ولا ما غاديش يقدروا؟ الله يرحم الوالدين، الله يرحمك الوالدين. هل بدات الوحدات المتنقله اصحاب رام؟ كاينين شي جماعات اللي تحركوا ليهم وكاين شي جماعات اللي باقين، وملي سولنا قال لك ما عندهمش لي مويان باش انهم يتواجدوا في جميع الجماعات. دونك ما نقدروش نقولوا بانه واش ما كاين والو. الله يجيب لينا شي قيد بحال هذاك السيد اللي هضرت عليه سي عشير الله يعمرها دار، باش تولي عندنا قياده حتى حنا. اللهم امين. كاينين شي قيادات راه كنسول بصح نيت واش فيهم قيد ولا ما فيهمش، وكاين مقاطعات كنسولو واش فيهم قيد ولا ما فيهمش، حيت وجوده كعدمه، وبالعكس الوجود ديالو كيزيد عيق فرها. بدون مجاملة الكل يعترف بكفاءة كفاءات المهنية وخصوصا شجاعتك في الميدان السي أسلام. الحمد لله أرضات الوالدين، الوالدة راه معانا هنا في اللايف تاهي، هاديك أرضات الوالدين، الوالد والوالدة فين ما نمشي عندهم كيشارجيو ليا شوية ديال الرضا كندير معايا، لا مجال للمقارنة استحكار. شكرا أخت نور منى. إذا هنا ملي غادي نهضرو عاوتاني على نقطة تانية اللي هضرنا عليها البارح،
قلنا ان الناس غادي تبدا تجي من مدن اخرى دوز رمضان هنا، ماشي هنا في المغرب كامل، غادي يبداو يجيو الناس يدوزوا رمضان. والخطير في الامر انهم ملي كتاخذ رخصه استثنائيه من عند الباشا ولا رئيس الدائره بالنسبه للعربيه، إخبارية الأمل بأسافي كانت في 1998، هاد الناس هادو عطاك أنت ترخيص، جيتي من الدار البيضاء حتى الجديدة مثلا، مثلا ما يرى الجميع توصلت من عند الناس بحقائق حتى من تيزنيت مشاو ليها الناس من الدار البيضاء. دونك ملي غادي يمشي هاد السيد هذا غادي يجي من الدار البيضاء، عطاوك ورقة رخصة استثنائية، ما دارولك لا تحليلات لا والو، ممكن تكون فيك الفيروس، مشيتي لشي بلاصة بهذيك الرخصة، دونك انت قانوني فيزافي القانون راك بخير وعلى خير، ولكن مع نفسك واش كتسمح لنفسك انك تقدر تكون مريض وتجيت عادي معك عباد الله؟ الور نداء للناس، راه كاين معنا واحد جوج جاو من كازا اليوم، كنقول ليهم وكنقول لبحالهم والناس اللي كيعرف شي واحد يقولها ليه من هادوك اللي جاو. طلب واحد، جيتي من الدار البيضاء الجديده ولا سيدي بوزيد، سيدي بوزيد ولا مولاي عبد الله ولا الجرف ولا شي بلاصه، سد عليك، ما تخالطش الناس، كطوغ جوغ ديالك ما تخالطش فيها عباد الله، واللي بغيتيها صيفط شي حد يتسخر لك ومن الباب، ما تخرجش انت وما تخالط حد، ما تسلم على حد، ما تهضر مع حد. هذا هو الطلب الوحيد، حيت ما نجريش عليك، خديتي رخصة ديالك جيتي، دونك وليتي قانوني، ولكن غير إنسانيا وأمام الله سبحانه وتعالى راه عندك هاد الأمانة هادي، جلس في دارك وصيفط شي حد، ماشي بحال الصباح واحد السيد جاب رخصة ديالو بالمسائل ديالو لسيدي بوزيد، وعطاه للمقدم الرخصة ديالو الاستثنائية باش يخرج يتقدى، حقه. ولكن يا سيدي انت خرجتي تقدا، عارف راسك واش داير شي تحليله، عارف راسك اش كاين، من قال البارح دبرتي على الفيروس اليوم غادي الدور تنشرو، جلس يا سيدي في دارك وخلي واحد اخر يمشي تقدا لك، حيت عيب انك تخرج انت وانت ما عارفش راسك واش عندك ولا ما عندك. السلام الاخت نصيري، تحيه لتيربو بن داود نازل حي صناعي، السلام ورحمه الله. اشرف عفاك، شحال واصله الحاله كوفيد 19 جديده؟ لا تغيير الحمد لله مستقره، في انتظار واحد التحاليل كلكم عارفينهم حنا عارفينهم بلا ما نبقاو نهضروا عليهم، تجي النتيجه عاد غادي نهضروا ديك الساعه، يا ربي ما تجيش ايجابيه، تجي الحمد لله بخير وعلى خير ما عندهم والو، حيت الا ما جاتش ايجابيه من الله يفوق الا غيديوني ما غاديش نسكت. سي سعيدي، رمضان كريم على الجميع، الوالدة الله يبارك فيك ويحفظك من شر الخرق ويعينك على فعل الخير، اللهم امين، متعينها برضاك الوالدة. مامي مازالون برافو خويا، 14 جور بيان سور، 14 يوم، هذاك الشعير داعم اللي جا لولاد حملان وكاين قنطار كل خيمة، راه ما كافيش، إلا عندهم كثر وما عطاوش عاد تكون ما كافيش، إلا عاد داكشي اللي صيفطوا ليهم إذا الجهة اللي ما عطاتش. دونك خاصنا نهضروا مع ممثل الجهه نسولوه اشنو اللي كاين. اذا هاد السيده هادي خاصها تمشي في حالها، دونك بلوكي. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم، توفيق الغالي، رمضان كريم. بغيت نسولك بالنسبه للتوقيت العمل في رمضان بالنسبه للمحلات التجاريه، قلتو في الاول وغنعاود نقولو، دونك من 7 ديال العشيه حتى ل 5 ديال الصباح حتى حد ما يخرج، دونك من 5 الصباح ل 7 العشيه كلشي خدام. رئيس جماعه سيدي محمد يتجول بالسيارات الدوله والمحتاجين مازال لم يتوصلوا، اش من علاقه ديالي يتجول بسيارات الدوله مع المحتاجين؟ واش غيعطيهم سياره الدوله ولا اش غيدير؟ سي ميلود، اللي كنتمناو هي ان الناس يسمعوا هذا الميساج ديالك ويكملوا القفه ديال الدعم للناس اللي محتاجين. رئيس الجماعه ماشي هو اللي غيفرق، ما عندوش علاقه بالتفرق، السلطه هي اللي ماسكه دابا بزمام الامور، السلطه فرضوا عليها انها غادي تخرج واحد القدر ديال الفلوس
وغادي يعطيوه للسلطة، والسلطة هي اللي غتكلف لا بالمشرى ولا بالتوزيع ولا بكل شيء، وتقليد الناس كاملين على السلطة إلا ماشي واحد ضيعوه. حفظك الله ورعاك، اللهم آمين. يجب على ولاد جديد الأحرار يبلغوها مثل هذه الحالات المخالفة للقانون. دابا شوف، اللي مخالف القانون هو داك اللي ما جاش بالترخيص. اخويا جاهد جاهد، دابا راه كاين شي وحدين جاوا بالترخيص ديالهم، هادوك كيبقى عاهم وضميرهم، ولا المندوبيه ديال الصحه تصيفط ناس ديال هذا ياخذوا منهم عينه ويقول لك جلس في دارك ويتسناو تتبان النتيجه. شكرا السي سفيان، ميرسي بور ريبون. جو بو بارطاجي لايف افيك مي بوت. مرحبا خويا، قد ما تعمت الفائده قد ما مزيان. ما حد كاينين دابا الناس بزاف الحمد لله، كنقولوا ليهم الا تكتبت شي حاجه خايبه، الا تكتبت شي حاجه خايبه ما تديوش عليها، حيت شي وحدين باغيين يفرتكوا هذا اللايف وما غيوصلوش. دوزوا، انا راه كنبلوكي وكنسيبريمي، وانتم دوزوا نساو هذاك الشيء، نكملوا حنا على اللايف ديالنا. السلام عليكم. عليكم كلام منطقي، برافو. مرحبا سي صاد. اللي غيجي عند عائلتو يخسر راسو فاميلتو العزاز عليه، هادشي اللي ما هادشي اللي كنقولو. اللهم تجي، جيتي صافي، اللي عطى الله عطى. جيتي بطريقه قانونيه او طريقه غير قانونيه، ها العار، العار ديال وليداتك. الا ما جلست في الدار انت وياهم ما تخرجوش 14 يوم، ولا شتي الحاله بدات عيط في التليفون، ما تمشيش انت للسبيطار، عيط لهم في التليفون غيجيو عندك 141 غيوقفوا حتى عندك، وتاكد ما عندك والو، وديك الساعه سير حتى بالترخيص عادي كلش بحال عباد الله. الله يفتح منافع كثيره، الله غيخلصك. الحمد لله، انا متشاركه كنفرق السلعه، وعندي كليان في الجديده. واش يمكن لي نمشي من كازا الجديده؟ خويا الا عندك كليان في الجديده وكيحتاجوا السلعه حيويه دونك غادي خصك تجي، ولكن نصيحه اللي نعطيك، دوك الرشاشات لي برودوي ملي تبغي تهبط الكراتون وداكشي رش وعطي للناس دونك باش ديزانفيكتي. خويا عبد السلام والاخوان المتتبعين، رمضان مبارك سعيد علينا وعليك اخويا عزيز الحمدوشي، تتم الوجوه المالوفه خويا عندنا في هاد اللايفات، ماشي غير اللايفات، في المشهد الجمعوي والمشهد الحقوقي كامل. ب سي طريق، تحيه ليك اخويا طريق. جو سوي فيغ دو توا اي دو تي لايف كي نو راسور اي كي ترونكيليز سور لا سيتياسيون اكتويال ريجيونال. سلم لي على الوالده وعلى العائله الصغيره. الوالده هي كتسمع فكره داخله معاك سي طريق بوبيه. وتحيه ليك سي طريق. المهم مرشد عبدو، رمضان كريم عليك حتى يا خويا. من الواجب على ممثلين جمعيه المدنيه التاسيس المباشر الوقائي دعم السلطه في تخليق وتوعيه. انا كنت كنتمنى لو ان الجمعيات يكونوا حاضرين مع هذوك السلطه وكيعرفوا الناس ديال الدواوير مثلا ديال الزناقي وهذو اللي ما عندهمش، ويشوفوا داكشي واش كيتوزع. هذا اللي زقل ينبهوهم ويقدروا يتواصلوا مع القيد ويقول لهم راه العائله تزقلت وراه ما عندهمش بصح نيت كذا كذا، وتمشي هذه الامور. قافله تسير والكلاب تنبح، غير ما تفرتكش المجمع، ما يمشيوش معها الناس، ما تجاوبوهمش. اي واحد كتب شي حاجه خايبه ما تجاوبوش. سلام خويا، امتى يبداو المحلات وامتى يسدوا؟ يبداو مع الخمسه الصباح ويسدوا مع السبعه العشيه. البراني تخليهم جديده بزاف، قلناها سي سعيد، طلبنا هذا البراني ها العار. الا ما جلس في دارك، الا ما جلس في دارو بدا كيخرج، بلغوا السلطات الله يخليكم، ما تسكتوش، بلغوا السلطات. دير مهم، خاص الدنيا تنوض وتجلس على هاد القضيه هادي. فراسك راه هاد المنطقه ما مستافداش من الرميد ولا والو، الرميد ما كيعطيوش بالمنطقه، الرميد راه كاين النيميرو داكشي من سيستيم ماشي منطقه، ما كاينش علاقه بالمنطقه. شي عائله جات من الدار البيضاء سيدي بوزيد، قلناها وقلنا بان واخا قانوني داكشي ما كانش على الراجل بعدا يخرج يتقدى، دونك حنا كنقولوا لهم ما كانش خاصك تخرج تتقدى، تتعرف راسك واش ما عندك والو. هذه احتراما للسكينه والخوف على السكينه، ما بغيناش هذا رمضان يجينا الوباء من الدار البيضاء وانت حنا نلحقوا على الدار البيضاء ونوليو حتى حنا كنسجلوا العدد ديال الحالات بزاف. العفو السي عزيز، يجب ساكن جديد تبرك الوافدين على المدينه. ما كرهناش حنا السلطه، تعرف شي وحدين جاو تعيط على المندوبيه تجي تاخذ منهم عينات ويسدوا عليهم.
ما يمكنش يديروا مقياس الحراره عند البراج. ديما عينا نهضروا على هذه النقطه هذه، ما باغينش يديروا، ما عرفناش علاش. وزيدوا راه واخا يدير مقياس الحراره، فإلا كان فيروس في الفتره الاولى ديالو راه ما كيبانش، ما غيخرجش في هذاك المقياس. الله يرفع هذا الوباء، اللهم امين السي فريد. مستوى رفيع لهذا عباد الله، كلام مبسط يعطي فائده كبيره. الله يحفظك، لا تنور. شكرا السي حسن، وتتر الله يحفظك على انك كتبارطاجي، وتترك عندك دور كبير في هذه الجائحه، لانك كتنبه الناس وتت عندك توعيه، والسكينه ديالك راني كنسمعك بانك تتواصل معهم. دونك تتر تبارك الله، وربي اللي غادي يجازيك. قضيه القفه الليليه بصفه عامه، انا ضد القفه الليليه، انا مع القفه ديال النهار، وتوزع دار بدار، واللي خرج من دارو وجاي يزاحم يهزوه في الصافيط يديوه، خرق الحجر، جلس في دارك، غيجيو يدقوا عليك عطاوك، ما عطاوكش دير شكايتك الا عارف راسك فعلا محتاج. بحال ديك الليله في الليل في المنادله حتى ل 11 ونص الليل هما باقيين كيوزعوا، ما بزاف هادي ما كدارش. راه المنتخبين كيعرفوا الفقراء ديال الدروبه، لا المنتخبين ما يدخلوش في هادشي، غادي يبداو يعرفوا ماشي الفقراء، المهيحين وكذلك البلطجيه ديالهم وكذلك اللي كيدعمهم انتخابيا. بيو صافيو، السلام عليكم. مقر رسمي لتوقيت العمل ديال البقاله، قلناه السبعه العشيه الخمسه، ما كاين لا خدمه لا والو. لا نسمع لجمعيه الكرموز اختفاء عن دورهم المدني في الوقايه الوبائيه. بطبيعه الحال ما كرهناش يخرجوا الجمعيات، ديروا دوك الميغافون، والحقوقيين داك الميغافون اللي كانوا كيقولوا فيه عداله اجتماعيه وهذا، خرجوا ثاني ونبهوا المواطنين. هذاك الميغافون كيدار الاحتجاجات. دروك كنشوفوكم بانكم انتم التزمتوا بالحجر الصحي، تحيه لكم من هذا المنبر هذا، ولكن سلموهم باش انتم انتم تخرجوا. يعني حقوق الانسان، الانسان عنده الحق في العلاج وعنده الحق في بزاف الحوايج، عطيو هذا الحق من نتوما، عاونوه باش الحق في هذه المسائل هذه، عاونوه حتى نتوما. يعني المواطن كيستحق منكم انكم تعاونوه. الامن الوطني خاصه بالسدود في كل اتجاهات المدينه بطبيعه الحال، البق ميزق هذه كاينه والله حتى كاينه، اللي كاين هي في المحيط النواحي. اذا لا تتوفر على ورقه تخويل المرور الكمامه سبب دخول المدينه، هل هو ضروري او لا؟ وهذه هي شهاده مني، وانا شخصيا غادي نلتزم منها حتى انا. وقفوني اقسم بالله، كيسولني فين غاديها فين غاديها فين غاديها، الدور اللي غادي لي. اخي عبد السلام، رمضان مبارك علينا وعليك السي سعيد مسليط، تحياتي معرفه قديمه ديال 1992. عبد الله الرخامي، استاذي المحلات غادي يسدوا مع الخمسه، لا مع السبعه، عندي الكومينيكي من السبعه للخمسه الصباح. اخي الحمدوشي تحياتي، رمضان كريم. رمضان كريم السحكر، علينا وعليك السي سعيد الرياشي، هادشي خاصو شي حل عباد الله. طبيعة الحال لأننا ما بغيناش ندوزو رمضان يدوز عندنا الحجر الصحي جالسين في ديورنا، وتبدا تسمع الإصابات والخلعة و ما بغيناهاش. عافاكم، اللي جا من شي مدينة نبهوه، قولوا لي جلس في دارك، راه ماشي عيب، راه ما غيتقلقش عليكم خويا. الله يجي، الحمد لله على سلامتك جيتي، ولا حتى جيتي شي حاجة صيفط لينا حنا نجيبوها لك حتى لعندك، اللي بغيتيها قولها لينا حنا نتسخروا لك. ونبينا عليه السلام راه ما غاديش يتقلق، والله حتى غادي يحترمكم وغادي يقبلها. في زنقة خويا مرض، خويا مرض راسو، والسلطات ما دارت والو. الله يحفظك، انا من الصباح وانا في الزنقة، خويا مرض مريض في راسو، الحياة نور، والسلطات والو في الجديدة. اش من مقاطعة اختي، اش من ملحقة إدارية، اش من مقاطعة، راه تيصفيو في القيادة، يجلسوا معاهم هاد الناس، هاد الجمعيات هادي ديال الاحياء ولا الجمعيات ديال الدواوير، يجلسوا مع الناس في القياده ولا في المقاطعه، ويتبعوا معاهم هادوك اللوائح اللي كيداروا عادي، وكيبقى التقليد عليهم هما. انا عرفت واحد خينا، والله القسم واحد خينا، خوه قال لي مباشره، قال لي ما تبقاش تثق به، راه كيبغي غير يدير الفتنه. قال لي هذاك السيد، قال لك انا خديت من عند راميط، وخويا هو خاد من عند لاسينيسيس، وقال لك خاص تبا وامي، وحنا كنا في دار وحده، كل واحد خاصو يجيبو ليه ديالو. قال لك لا صافي، خلي الواحد اخرى يمساكن اللي ما داخلاش لشي دار شي حاجه كاع، كيفرقوا مع الليل، هادشي كاين حتى هنا. لا قلنا دابا كاين في الليل، هذاك ديال الليل عرفهم راه ما باغينش يتفضحوا، ولا غلبوا عليهم المواطنين بالنهار،
ولكن راه هنا فين كنقولوا ملي تبغي تفرق بنهار خدم الزلاط، هز بنادم ديه، اللي خرج ديه، بحال ديك الليله واقفين دايرين الصف شي حدا شي. عدم ده اشباه الجمعيات ولو بدرهم واحد. اخويا عبد الجليل ما يقدروش لانهم هما اللي دايرينهم، كاينين شي اشباه جمعيات راه هما اللي دايرينهم. كيقول لي شوف خدمتي معايا في الانتخابات ما غندورش معاك، ولكن غدير واحد الجمعيه وغتبقى تاخذ الدعم كل مره، الا عطيتك درك غتقاديوها درك، ولا بقيتي كتاخذ كل مره الله يعاون. فهل من حل مع المتسولين اللي كيدوروا ويدقوا على الديور؟ المتسولين اللي كيدوروا ويدقوا على الديور الاغلبيه ديالهم كيكونوا مستافدين، هذوك نعيط على السلطه ويجيو يشوف معاه، الا ما مستافدش هزو ديه ديه استافد، الا مستافد ديه الحبيب بيس. سي الحسني الحياه هذه الاحزاب راه معروفين كلهم كيعرفوهم، راه حتى المواطن ولا يعرفهم. واش اللي كيشرب ماحيه كيتصاب بهذا الوباء؟ باقي ما عرفتش، ربما شي عام تصاب ندير نجرب انا. سي سعيد تعطي شي الله يحفظك اخويا سعيد، ونطلبوا من الله ما تصابش بهذا الوباء كاع. رمضان كريم سي يوسف الله معاك حق من الله معاك حق من الوالديه اخويا، تحياتي ليك اخويا عبدو والناس ديال الوالديه كذلك، الله يحفظكم حفظك الله وراك. وحضي الوالديه راه غادا تعمر حتى هي في رمضان، راكم عارفين كاينين اللي كيجيو يدوزوا رمضان في الوالديه، كاين اللي عندهم لي شالي تما وهادي. الا عرفتي شي واحد جا ما فيها باس نبهو قولي الله يخليك، ها كاينه كاين ها رقمي ديال التليفون انا نبدا نتسخر لك اسيدي. واش السلعه كتعادي في الناس؟ بطبيعه الحال السلعه كتعادي، علاش؟ الا شي واحد في الفيروس ومس شي حاجه بيديه راه كيبقى الفيروس تما كاينه، هادشي علاش ملي تجيب السلعه للدار عقم طهر وغسل يدك مزيان وغسلها حتى هي بواحد النقيطه ديال جافيل ومريضنا ما عندو باس. والناس اللي كيجيبوا السلعه كي قلت لهذاك الاخ دير معاك ديك الرشاشه دوك لي باستي اللي كيتباعوا ديرهم في 5 لتر د الماء ودير معاك الرشاشه، وفين ما تبغي تحط شي زبون رش عاد عطيه. في اطار الهجر ظاهره غريبه بلاتي يجب على المواطن تبليغ السلطه بالوافدين المتاسفين على حقنا في الحياه، احسن حاجه السي عبد الحسن. ظاهره غريبه الناس اللي كتنقل للعمل ديالهم كيمشيو للحبس، والناس اللي ما عندهم ما يدير خارجي عرفتي علاش؟ إذا سي كتنقل العمل كتدوز على البراج، وما كنظنش غيديهم الحبس، علاش؟ لأن غتكون عنده رخصة ديال الباترون ورخصة ديال السلطة للذهاب إلى العمل. كنظن السي سعيد، سي سعيد تومي تحية ليك، تلقى النهار مشيت أنا في الطوموبيل الأسفي في رمضان المغرب لقاتنا في أسفي، تحية ليك من هذا المنبر رمضان كريم خويا. دونك هاد الناس اللي عنده الورقة باش غيخدم ما غيشدوش، ولكن كاين شي واحد كيكون خدام وما عندوش الورقه ولا نساها ولا هادي سي نورمال. هذاك غادي كاين اللي كيتلاقاو معاه مثلا في المدينه تحت هو ساكن في السعاده، كيقول ليه فين غادي؟ كيقول له ودي راني غادي نمشي لواحد الفورماسيان ما لقيتش في الفورماسيان الدواء. كنقولوا للناس الا مشيتي للفورماسيان وما لقيتيش الدواء واخا تموت ليه تم ما تخرجش ليه من تم، خصو يكون عنده هذاك الدواء، هو يعيط على الفورنيسور يمشي يجيب ليه الدواء حتى عنده تما كاينه. كتنقل العمال همس عندي توقيت المخابز مثل الحوانت بحال الحوانت، خاص السيد قائد ولاد حمدان يفرق الغرفة بنهار، ولاد حمدان خصو يفرق الغرفة بنهار بحالو بحال الجميع، خصهم يخدمو بنهار من وراء الحجر بلا ما تمشي، حيت غتخرج بنادم من دارو وغيسمعوك وحدين اخرين وتقدر تنوض فتنة ويبداو يضاربو ويتغاوتو وهتا وليتي بشي حاجة. لا ماشي الزلاط ديال العصا زعما، الزلاط يعني هزو ديه يمشي يخلص ضربو لجيبو. الدولة دابا راه كتدخل الفلوس على ظهر هاد اللي كيخرقوا الحجر، الكمامة كيخلصوا عليها اللي خرج كيخلص وباركين كيدخلوا. الله يحفظك اخويا سعيد عارف لي كاين. جاو معاك سنان طبيعة الحال اخويا واش غنبقاو فرمين حتى الا درنا لايف يبداو يضحكوا علينا. نادية مومن نادية فرحات كاين اللي ما كيرضاش باش ما يرضاش، الآن يجب تسمية الجمعيات بجمعية الكرموس بعد أن فضحتهم كورونا، ما باقا ما فضحتهمش تا تسالي كورونا. وندير واحد ريكاب ريكابيتيلاتيف نقولوا ليهم كل جمعية أش دارت
فهاد الظرفيه علاش يموت ليه؟ شنو اللي يموت ليه؟ السي عبد اللطيف منصور كيفاش يموت ليه؟ ما فهمتش. عاود عاود كمل لي الجمله الله يرضي عليك. مهمه الاحزاب والنقابات زيروا في حمايه سلامه المواطنين بمدينه الجديده. باقي معولين على الاحزاب. والله العظيم الا خاصك العقل اخويا عبد الجليل، الحزب اش غيدير؟ اش غيدير؟ اش غيزير؟ مشى ديك الاحزاب اللي كانت كتلعب دور توعوي وتثقيفي ورياضي و و و ما كاينش الحالات مستقره سي يوسف، ما كاينش هذاك، ما بقاتش هذه القضيه هذه. كانوا الاحزاب كيقريو الدراري، كانوا الاحزاب كيعلموا الدراري الرسم والفن والمسرح وزيد وزيد وزيد. وابن داود والحي الصناعي اقول على 55 الوالده هنا غادا تقول لي غيعينوك لي يا وليدي. الديكور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك بالنسبه للناس كما قلنا حنايا اللي جاو ضروري يجلسوا في ديورهم 14 جوغ، الا ما جلسوش راه ما كاين حتى شي حاجه. السي بويا فار ناضوري مرحبا بالجديده نيوز من ناضور، تحيه ليك. علاش تيموت ليه في الصيدليه؟ لا يعني ما يخرجش من الصيدليه حتى ما كاينش الدواء، فين غادي يمشي؟ الا فات هذيك البلاصه غيشدوه. اذا اش خصو يدير؟ خص الصيدلاني يتكلف، خصو يتحمل مسؤوليته. ما عندوش هذاك الدواء الا كان تريبتير دي ستوك، ولا ما كاينش في السوق حاجه اخرى. ولكن الا كاين في السوق غير هذاك ما عندوش، يعيط الفورنيسور يجيبها، يدير بليزير في السيد. ما جاتش انا غيخليه بلاش. ما خطا الا كان، حيت انت راك ولد الدومين، باش كتنصح الناس اللي مشى للفارماسي وما لقاش واحد الدواء وما يقدرش يتنقل خارج الحي اللي هما فيه باش ما يتشدش. النصيحه اللي كتعطيه، والله يرحم الوالدين، حكار انت ابن مصطفى حكار الله يرحمه، هذاك عمي اخت الناصيري، عمي عمي الله يرحمه اللي في القلعه، انا ولد احمد حكار اللي في ولاد سالم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اخت نعيمه. نتمنوا من السي منصور انه يشرح لينا ولد الدومين، كنبغيو بحال هكا ولد الدومين يشرح لينا. حنا كنا عارفين بانه الصيدلاني يتصل بالفورنيسور غيجيب ليه الدواء وما يخليوش السيد بلاش، عندهم دوك اللي كيجيبو دغيا. السلام الحار للوالده ديالك، الله يحفظك اخويا تيربو، تحيه ليك سعيد التومي. اذا واقيلا عقلت عليك، اذا هو انت حسن ومولود نعيم الله يخليك. واش الحاله مستقره؟ هل من تحاليل؟ تحاليل كاينه، ونقول لكم بانه في الليل ان شاء الله كندير واحد المقال عباره عن الحاله الوبائيه باقليم جديده ليوم الجمعه 24 ابريل. في هذيك الليله في هذاك المقال كنحط فيه جميع النقاط اللي كتعلق بالحاله الوبائيه في الاقليم، لا الحالات اللي كاينه، لا الوفيات، لا اللي كتشافى، لا اللي تخادوا ليهم التحاليل، العينات تصيفطوا التحليلات المخبريه. دونك جميع النقاط كنطرقوا لهم في هذاك المقال، كيكون واحد شامل 24 ساعه كامله. رائحه المطرح العمومي ذكرتي يا سي دريهمي، رائحه دابا ماشي غير هذيك، رائحه البالوعات كاملين، القوادس كاملين في جديده، الاغلب 90% نقول الريحه ولات فيهم كريهه، حتى هذوك ديال الشارع ديال محمد السادس اللي كانوا خسروا عليهم الزباب ديال الفلوس باش كانوا صوبوهم، صوبتهم من واحد الشركه، حتى هما دابا خنزوا. واش حيت الشركه كانت قالت لك خص يبقاو ديما يعمروا بالماء، واش ما كيعمروهمش بالماء ولا شي حاجه اخرى؟ الله اعلم. نفس الامر على طريق البحر، هذاك ديال لاسينيسمون ديال لاراديج الدور ديالو ما بقاش كيديرو، هو براسو ولا كيشكل الريحه خايبه تما كاينه في بعض الاوقات. جهه القصر الاحمر الريحه ما تدوش من تما كاينه، ما عرفتش واش هاد الناس ما كيشموهاش، يعني المسؤولين كنهضر على المسؤولين، ريحتهم عطات، خاص هذيك الريحه تحيد، هذيك راه كتعبر عليهم هما، هذيك الريحه الا خنزت جديده على هذوك الناس. دونك هما خصهم يحيدوا لينا هذيك الريحه من تما كاينه. اما المطرح العمومي يعني اللي كاين في الجامعه ديال المولى عبد الله راه الريحه بالليل لا تطاق. واش ما بقاوش كيديروا شي تريتمون؟ الا كانوا كيديروا تريتمون في الاول، واش ما بقاوش كيديروا شي تريتمون ولا لا؟ كناشدوا الناس ديال جامعه المولى عبد الله اللي كيديروا التتبع يطلوا شي طليله تم يراقبوا لنا هاد الامور.
كنطلبوا منهم يعطيونا شي توضيح ولا شي تفسير ونلونسيو غدا ان شاء الله. رمضان مبارك السي بوشتا الدرمي، الصديق ديال 90 حتى 95 في الجوف الصفر. تحيه ليك وتحيه لنازل الخريبكه، ورمضان مبارك سعيد. ان مدينه نتوما ذكروا ايه، حنا اختي في الجديده، ورمضان مبارك سعيد اخت عبد الفتاح الشرقي. سلام خويا عبد السلام، سلام عليك خويا المترفين، راك من العائله. سلامي للحاج الوليد والحاجه تبارك الله عليك شي بن اسد، راه الحاجه معاك في اللايف اخويا هنا. اختي راك معاك، سلام كريمه صادق. كلامك كله معقول تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. خاص غير يتبارطاجا ويوصل، يعني يحسوا به هذوك اللي بغيناهم يوصلهم. الله على مجهوداتك، شكرا اخت نعيمه. السي احمد حكار صديقي الله يطول عمره، شكرا سي زاهر. لماذا التجار لم يلتزموا بالكمامات وايادي ملوثة بدون وقاية وبائية في اسواق الدجاج والسمك والخضر والمواد الغذائية؟ هنا غادي ندوز لعند المواطن. علاش قلت لكم ديك النهار الشوط ديال المواطن؟ حيت ما يمكنش ثاني غادي نوظفوا السلطة او ميم طون تراقب الليل و او ميم طون المشارف ديال المدن والناس اللي كيخرقوا الحجر الصحي والدوريات ويزيدوا يكملوا تيدوروا على التجار وداكشي. اذا هنا هذا الدور ديال من؟ ديال الشرطه الاداريه اللي تابعه للجماعات. الشرطه الاداريه مفعله وخصها تكون خدامه. الله اكبر، حان اذان موعد صلاه المغرب، شكرا سي باسكال. اذا كما قلنا هاد الناس هادو كاينة شي مساعدة، الله يجازيك بخير. راني كنت كنصحاب راجلي غادي يدوز ليه الخلاص تاع لاكيس وما تسجلش التشفية تاع حاجة. لا ما تحتاجيش تسجلي اختي زهرة، اتصلي بالسلطة كيوزعوا على اللي ما مسجلين في حاجة. دابا اللي كيعطيو السلطة راه ما مسجل في حاجة. الله اكبر. في رمضان واش وقت اللايف ديالك غيتبدل؟ غيكون ان شاء الله مع 10 ونص الليل. واش عندك شي اخبار على الهيكله ديال الدواوير الملحقه فين وصلت؟ نقدروا نقولوا بان الهيكله دابا راها واقفه، ما بقاتش غادا تكمل، وفي انتظار انها الجائحه تدوز ان شاء الله عاد نهضروا على الهيكله. لحقاش قطعت اشواط مهمه سي تيربو، نساليو ان شاء الله اللايف ونمشيو نصليو لانه ما يمكنش غادي تقطع اللايف وتعاود ترجع لي تاني. وهذا الشيء اللي كنديرو فيه خويا راه عباده، تا هو راه حنا كنبدلو مجهودات، راه من صحتنا ومن وقتنا من كل شيء. اقسم بالله العلي العظيم الا ما كندخل للدار حتى قربت كيقرب هذه الوقيته هذه ديال اللايف، لا غدا لا والو، باقي الله غنبدا نطيب في غدايا. مجمع السوسي، اشنو جديد الحالات اللي لقاو في جماعه الشوكه؟ قلناها جاو سلبيه، ما عندهم حتى شي حاجه كلهم. كاين 15 واحد من افراد ديك العائله ما عندهم والو. الممرضه ديال المستوصف المحلي تما ما عندها والو. سائق سياره الاسعاف ما عنده والو. لاسيستون ديال الطبيب تما كاينه ما عنده والو. رمضان كريم، الأمن والأمان، وفقكم الله وأسعدكم نحن وإياكم. السي أبدوح زنادي، سلم لي على الوالد والوالدة. يبلغ سلامكم السي عبد الفتاح الشرقي. السلام عليكم، ما الفائدة في زيادات ساعات في الحجر الصحي إلى حدود السابعة؟ لأن الناس عارفينهم كيبقاو ناعسين في الصباح، دونك زادوا ساعة باش يبقى بنادم عنده الوقت فين يتقدى. حيت الناس تاني غادي يبقاو خدامين، معاش غيخرج من الخدمة، امتى يتقداو امتى يمشيو للجد، دونك يبقى عندهم الوقت. وزيدون حنا ماشي وزارة الداخلية، هما اللي عارفين علاش زادوها. أنا بانت لي بحال هكا، وربما يكون عندهم هما رأي آخر. هنا دابا غادي دونك باقا عندنا 10 ديال الدقايق. الى باقى شي تساؤلات، دونك قلنا ملي غتمشيو تاخذوا الكمامات، كاينين الكمامات ديال 80 سنتيم هما الكمامات الوقائيه المدعمه. والا قال لك راه كاين ديال 5 دراهم ما تقولش لي راه لا، قالوا لنا 80 سنتيم. دابا الجريده الرسميه فيها هادشي، هادشي مكتوب في الجريده الرسميه. كاينين
الماسك يعني كيدير 70 درهم، الكمامة الطبية كدير 5 دراهم، الكمامة الوقائية 80 سنتيم، هذه المدعمة، والغير مدعمة كدير 2 دراهم و50 فرنك، والكمامات الجراحية ديال الأطباء اللي كيديروا العملية الجراحية كدير 5 دراهم، والكمامات اللي FFP2 هما اللي كيديروا دوك اللي عندهم علاقة مع اللي المرضى ديال كوفيد، وهذا دوك كمامات FFP2 كيكون فيهم واحد الفالف، هذوك اللي افيك فالف كيكونوا ب 70 درهم، واللي ما فيهمش الفالف كيكونوا ب 30 درهم. دونك ملي تمشي تاخذ كمامه عرف راه هادو هما الاثمنه، ما تقولش لا راه بغى يزيد عليا ولا شي حاجه. تبارك الله على الناس كتسلم عليك بزاف في اللايف، هذا شرف كبير استحكار. الله يحفظك اخويا مامي، هذا ان دل على شيء انما يدل اننا الحمد لله ما حازمين الصمتة، ما كان بيعون نشريو في ملفات، وإلا درنا شي خير راه في سبيل الجميع، راه الله سبحانه وتعالى. نوفل بيري رمضان كريم، هذا نوفل بيري، هذا اللي كتب شابه رمضان كريم وشكرا على المجهودات المبذولة، هذا صديق فين تعرفت عليه، هذا دابا حكم ديال كرة اليد، دونك كان كيصفر من الوقيته اللي كنت انا كنلعب. اخ عبد السلام نصفان حتى هو ديال كره اليد، بن حيمد راه حتى هو كيدخل معانا كره اليد، طارق المراوي، هادو اصدقاء ديال كره اليد. الدرمي بوش خدم معايا في واحد الوقيته في لوسيبي في 90، يعني الحمد لله كاينين العائله، كاين ناس، كاين اصدقاء. كما ما كنصوب يديو معقمه براسي. تبارك الله عليك السي سعيد حكيم، ودير شي لايف حتى ولا شي فيديو سجلو بارطاجي معنا، نبارطاجيو لتعم الفائده. شكر جمعية بانوراما التي تحافظ على سلامة كرامة السلطة على الوقاية الوبائية وتستنكر هروب الجمعيات وتجميد دورات التأسيسي من أجل سلامة المواطن. سي عبد الجليل، تحية للناس ديال بانوراما وجمعية بانوراما كلكم أعضاء كاملين، تحية لكم والناس ديال بانوراما لأنهم بينوا على واحد الوعي في هذه السنوات الأخيرة، تبدلت النظرة ديال بانوراما، ما بقاتش كما كانت. بالإغفال على الساعة الخامسة فما فائدة الساعة الزائدة؟ ماشي ساعة، راه ساعتين حسب البلاغ دابا اللي كاين، راه فيه ساعتين، ولكن كتبقى تاني كل منطقة عندها خصوصية ديالها، والعامل هو اللي عنده الحق أنه يعطي هاد التوقيت، ماشي يحلو ماشي يسدو كما كيبان ليه. واللي كينوب على العامل في الجماعات وداكشي هو القيد، حتى القيد الا بان ليه بانه غادي يبقاو حاليا كاين شي مشكل، يقدر حتى هو يصدر قرار انه يوليو يسدو مع الخمسه مثلا، بغاو يسدو مع الربعه يقولو يسدو مع الربعه. دونك السلطه هي اللي عندها كامل الصلاحيه. بزاف جزاك الله خير اخي، الله يحفظك السي الريالي. سي عبد السلام عليك السلام، سي عبد السلام السلام عليك. واش سوق لاله زهراء عارفين كورونا ولا لا؟ لا ما كتمشيش هي سوق لاله زهراء. السي بن الحبيب، سي علي بن الحبيب، هو لعبتي معايا نسيتي الكره الشاطئيه وكاع وفي الدوري، الله يحفظك اخويا. سي عبد السلام، ما هو مآل الاعانات الماليه الخاصه بمواطنين متوفرين على بطاقه الرميد؟ لحد الساعه لم تتوصل ساكنه جامعه الحوزيه بالرسائل القصيره لسحب اعانتهم. ساكنه الحوزيه ياك ما دايرين بارلو، الا بغاو يديروا بالجماعات باش تجي الطوموبيل كتعطيهم الفلوس حتى تما في عين المكان. دونك الا كانت هذه النقطه هذه راه مزيان، الا كان كل شيء راه ما يمكنش كل شيء ما غيعطيوش، مازال خطا يكون فيه واحد جوج ثلاثه حتى 10 الناس نقولوا خطا، ولكن كل شيء يعني ربما دايرين برنامج. دونك هنا قلنا رميد ياك رميد، دونك الحوزيه وكاع نديرو حنا نسولو على جميع الجماعات كيفاش غادي يكون التوزيع ديال 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 المعاونه ديال الرميد، الفلوس ديالهم كيفاش غادا توصل ولا كيفاش غيصيفطوها، واش سويفون كما قلنا حنايا الجماعات باش ما يكونش حيت الطوموبيل ما غيكونش بزاف طوموبيلات، غيشريو طوموبيلات وحده خاصه بجماعه ما يمكنش، دونك غتجي وحده لواحد الجماعه تعطي لهذوك الناس لغد تنتقل لجماعه اخرى. وهادي المهم الناس اللي كيديروا الرياضه بحال السي علي بالحبيب والاخوان كاملين ديال الرياضه، ديروا الرياضه في ديوركم، ما تجلسش واخا ديرها
جري في بلاصتك، نقز حبال الى اخره، وما تجلسوش، لان راه ملي غنخرجوا من هذا الحجر غادي نلقاو روسنا اللي دار الكرش دارها، واللي ما بقاش قد يزيد ما بقاش، واقليم جديده معروف بهاد القضيه ديال البروده. بكري راه كانوا العيالات مساكن كيتنفخوا لهم رجلين حيت كانوا كيبقاو في الديور، دابا شوف على العيالات كبار دابا اللي ما كانوش كيتحركوا كتلقى رجليهم منفوخين بزاف. دونك ما تبقاوش جالسين ما ديروا حتى شي حاجه، تحركوا شي شويه في الديور ديالكم. دونك قبل ما نختموا نذكر الناس اللي كيعرفوا شي واحد جا من مدينه اخرى ولا من اقليم اخر ولا من شي بلاصه ما عرفت فين، يبلغ السلطه، يجيو يتاكدوا بان السيد عنده بعدا ترخيص ديالو باش جا. ثاني حاجه يحتو انه ما يخرجش يتقدى، يقولوا لي جلس في دارك 14 يوم، يذكروا ربما تكون فعل تالي 14 يوم، هادي لا خايفين على روسهم ما بغاوش يخليوه يدخلوا عندهم هما قال الدار. راه ماشي عيب، راه العيب هي انك تسكت ما تقول ليه حتى شي حاجه، هذيك هي العيب. ولا ربما مسكون ما كانش عارف كتولي غادي بالاثم معاه، ولكن الا نبهتيه نبهه وريه وريه، ولا ما سيرو خليه، ما تضارب معاه ما تقاتل معاه ما والو. اسمع الله يخليك، انت يلا جيتي دابا ما عارفش راسك شنو اللي كاين، ما عرفناش حنا واش عندنا شي فيروس ولا لا، سد على راسك وسير في حالك. سام اخي واش بصح مراكش كيحبسوا مع الربعه؟ كاينين شي بلايص في مراكش اللي ولاو كيحبسوا مع الربعه حيت البؤره والبلاصه اللي فيها اكتضاد وداكشي يحبسوها هما كاع. السلام عليكم. سلام، كاين دايره جديده في كورونا المجادي سي المجادي، كورونا مستقرة دابا في الجديدة، باقي نفس الحالات اللي سبق وتم الإعلان عليها، ألا وهي 11 حالة، اثنان متوفين وتسعود يخضعون للعلاج. دونك 11 حالة غير هي واحد القضية، هذاك السيد ديال الدار البيضاء اللي كانوا داوه، راه حسب المعلومات اللي وصلتنا حنا دابا ماشي في حسب المعلومات اللي وصلتنا، فالنتيجة ديالو الثانية جاءت سلبية، يعني الحمد لله ما بقاش عنده الفيروس. تحياتي لك السي محمد الغزيل ورمضان مبارك سعيد. دونك هذه أهم النقاط اللي تطرقنا لها. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، ولابد نذكر بأنه غدا إن شاء الله موعدنا على الساعة 10:30 ليلا، 10:30 العفو ورحم والديكم حتى نتوما الاخوان كاملين في هذا اللايف هذا. دونك 10:30 ان شاء الله ديال الليل غادي يكون اللقاء ديالنا ديال النشره، وقبل من المغرب غادي نبارطاجي واحد الحلقات كنسجلها طيله ايام رمضان، الا وهي دردشه قبل الافطار، كنتناول فيها قضايا الشان المحلي، بزاف ديال الحوايج اللي فيها الخروقات. دونك خلاها السي العامل قال لك كتخدمونا في هاد هادي مزيان، المهم هو خاضها على اساس ان بحال كندير ليه تقرير شي حاجه اللي كتكون فالته ليه ما باغينش يوريوها ليه، وكانت مدرقه انا كنمشي كنجبدها ليه. كاينين نقاط اللي غادي نجبدوهم ديال داك العام وما دار فيهم والو، وكاينين نقاط اللي غنهضروا فيهم اللي باقا جديده، وغنحملوا المسؤوليه للجهه اللي خصها تحمل المسؤوليه. دونك هذيك الدردشه قبل الافطار ما كتكونش مباشره، كتكون مسجله وغادي ننشروها ان شاء الله قبل من المغرب. دونك راه هذه السنه 3 سنين وانا كنشرها قبل من المغرب وكنلتزم بها، وباقي نعقل مشيت واحد النهار للسبيطار ناعس في السبيطار وسجلت الحلقه من تم، كنت تعرض لواحد الاعتداء بالليل محاوله قتل وسجلتها تما كاينه، والله القسم الى السيروم ديالي وخدم الكاميرا وكنهضر على هذيك الحلقه ودازت الحمد لله ناجحه. دونك هادشي اللي كاين دابا بالنسبه لهاد الامور هذه كامله. وللتذكير ايضا غادي تكون واحد شي جوج حلقات في الاسبوع غيكونوا بخصوص نقاش شي موضوع ديال المجتمع ولا شي حاجه، يعني شي بحال محاضره، غادي نتواصلوا مع شي حد بالتليفون وغادي نسمعوه بالتليفون كاملين، وانتوما تعطيو الاسئله وحنا نعطيهم ليه وهو يجاوبنا. هذه من جهه. كاينه نقطه اخرى ثانيه، نقدروا نستعملوا لابليكاسيون ديال زوم.
لابليكاسيون ديال زوم خص بنادم يكون انستاليها. شي اخوان قال لك اودي بلا ما ديرها، خليك غير بحال هكا ودير هذيك الليله الرمضانيه، تستضيف هذاك اللي غادي تستضيف، توري الناس كلهم الصوره ديالو، هذا هو السيد اللي غادي نستضيفو اليوم كذا كذا، ونتواصلوا معاه ديك الساعه في التليفون. السيد العامل ما عمرو يتواصل معاك، الناس ديال السلطه ما كيبغيوش يتواصلوا، لان خصهم اذن من وزاره الداخليه، اضافه على انهم ما يبغيش يبان مع واحد وواحد لا. وحنا ما دايرينش هاد اللايفات عباره على صحافه، حنا دايرينها كمواطن، حيت ما دايرهاش في الجديده نيوز، دايرها كمواطن مع المواطنين. لانك غيور على مدينه الجديده، المدينه المظلومه التي ظلمها ابناؤها. خاص نزيدو هاد النقطة ديال ظلمها أبناؤها، لحقاش كنشوفو المناصب العليا فيها العديد من الناس ديال الدكالة، أش جابو الدكالة؟ نقدرو نذكرو بواحد السيد هو السي ساهر الله يرحمه، كان الفضل كبير ليه باش أننا جبنا السبيطار محمد الخامس الجديدة، تشركو فيها جوج ثلاثة الناس، كاين السي ساهر ملي كان ديك الساعة وزير الداخلية، و الشيخ بيد الله كان وزير الصحة، و زاد معاهم السي التومي هنايا عبد اللطيف، عطي لي كل دي حقين حقه. والحاج كامل ملي كان برلماني هو اللي كان مشى عند السي ساهر، قال لي في الأول كنا بغينا سكانير البليدة هادي بشهادة السي ساهر الله يرحمه، راه هو في القبر دابا، قالها لي شخصيا، قالك جا عندي الحاج كامل وقال لي بغينا سكانير المستشفى البليده، مشى قال لي هاجي، ما غتقول سكانير غنطلبوا مستشفى، عيطوا على الشيخ بيد الله، قال لي مستشفى، قال لي ما كاين حتى مشكل. ملي وجدوا المسائل داكشي قال لي شوفوا لينا البقعه الارضيه، هي فين مشاو خواو الحمراء قادوا المسائل، اللي باقى لاصقه لهم فيها تما كاينه سوق الجمله. دونك هذه للتاريخ وشهاده، والله يرحم السي ساهر لانه لعب هذا الدور هذا. باقي الناس اللي في مناصب عليا وما قدروش يجيبوا لنا شي حاجه لهذه المدينه ويعاونوها، للاسف. على اي، الى هنا كتنتهي الحلقه، ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.